أكتوبر 2014 استولى الجيش في بوركينا فاسو على السلطة إثر تنحي الرئيس بليز كومباوري وفراره من البلاد مدفوعاً بانتفاضة شعبية عنيفة سقط خلالها قتله. وكانت الاحتجاجات قد اندلعت حين هم بليز كومباوري بتعديل الدستور طمعاً في البقاء على سدة الرئاسة لفترة جديدة. في 7 نوفمبر رفض إسحاق زيد الذي تولى السلطة بعد الانقلاب المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لقيادة مدنية، ووافق زيد على إجراء انتخابات هذا العام 2015 لكن بدون مهلة محددة. وقد اختار المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إيوكواس الرئيس السنغالي ماكي سول لإدارة جهود الوساطة في بوركينا فاسو، وكان واحدا من الزعماء الذين سافروا إلى العاصمة أوغادوغو لإجراء محادثات انتهت باتفاقية لفترة انتقالية مدتها سنة. وحتى نهاية العام المنصرم ظلت المحادثات تراوح مكانها بينما يحاول جميع الأطراف الاتفاق على قيادة مدنية.